مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. من أكتر الأخبار اللي أسعدتني الحقيقة في الفترة الأخيرة ما تم التصريح به بخصوص أنه التنمية في سيناء وشيكة، بأنه في مخطط هيتعمل خلال شهر. هذا المخطط من شأنه يعني أن يتم استصلاح عدد من الأراضي ومشروعات استثمارية وتنموية بهدف جذب 2 مليون مواطن لمنطقة شمال وسط سيناء. المتحدث العسكري وتصريحاته بخصوص عودة الحياة إلى طبيعتها في سيناء ده تصريح إيجابي جدا الحقيقة، وفكرة أننا نبص لسيناء بوجهة نظر تانية. بقالنا سنين طويلة بنتكلم عن مواجهة ومحاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، جه الوقت أننا كمان نتكلم عن التنمية الجاذبة للمواطنين واللي بيها هنقدر كمان نتغلب على الإرهاب. ده موضوع من ضمن موضوعات هنطرحها النهاردة على حضراتكم للنقاش مع سيادة اللواء ملاح أركان حرب اللواء محمد هارون الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن موضوع سيناء، ومهم اننا نطرح هذا الموضوع ونتكلم عن سيناء واللي حصل وازاي قدرنا على مدار سنوات طويله نستعيد هذه الارض، وجب بقى علينا ان احنا ننميها ونحميها ونعمرها. هنتكلم في الموضوع ده، لكن بدايه عايزه تعليق من حضرتك على زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده الى روسيا. طبعا من ثوابت العلاقات السياسيه الخارجيه لمصر إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم بكافة اتجاهاتها والقوى السياسية فيها. طبعا. وده الحقيقة يعتبر من الثوابت الرئيسية في السياسة الخارجية. مفيش شك إن الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا النهاردة من الدول الشريكة الوفية لمصر عبر تاريخها. وشريك لها وثقل، وشريك هادئ، وسياسته ثابتة واضحة المعالم بصفة مستمرة. وزي ما روسيا النهاردة بتقيم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع باقي دول العالم بالرغم من التناقضات الفكرية في بعض الأحيان، إلا أنها بتتبع سياسة هادئة جدا وتعتبر لمصر الشريكة. وأنا يمكن يعني سعدت بخبر من ساعة أن الرئيس بوتين قد أمر بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة واستراتيجية شاملة مع مصر. بالظبط. طبعا ده بيستبق بيها زيارة الرئيس السيسي ومقابلته ليه. فده اتجاه يوضح لينا قد إيه الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا النهاردة بتضع العلاقات المصرية الروسية علاقات مصالح، وهو ده الأساس اللي مصر بتبني عليها باقي علاقاتها مع دول العالم. فمصر شريكة مهمة جدا لروسيا، زي ما روسيا شريكة مهمة جدا لينا في قطاعات التنمية البشرية والتصنيع ومحطات الطاقة والضبعة، طبعا المحطة النووية في الضبعة هذا، والمحطة أو المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. فهي شريك قوي جدا ولها مصالح، وإحنا نحن أيضا نريد هذا التعاون لصالح شعبنا وصالح التنمية الشاملة اللي بتنتهجها القيادة السياسية في هذا الوقت. من الناحية الأمنية والعسكرية في تعاون ملحوظ، زي ما حضرتك قلت انه في صفقات لتبادل الاسلحه، في تدريب عسكري مشترك. لسه النهارده كنا بنتفرج على حماة الصداقه 3 ما بين مصر وروسيا، يعني عايزين نتكلم على طبيعه هذا التعاون. طيب ما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا في نجم ساطع مع الولايات المتحده. بالظبط. ومن منطلق اللي احنا اتكلمنا فيه ثوابت العلاقه مع كل دول العالم، احنا النهارده بنعمل تدريب مشترك مع روسيا، اول امبارح كنا بنعمل تدريب مشترك مع أمريكا. الأمريكان. بالظبط. فهذه هي مصالح، وهذا هو تقدير لدور مصر العسكري أساسا، والخبرات اللي احنا اكتسبها الجيش المصري اكتسبها في الحروب النمطية وتم اختبارنا فيها في حرب 73، والنهاردة احنا في معركة أخرى أو امتداد آخر لحرب أكتوبر. بس زي ما سيادة الرئيس اتكلم في الندوة التثقيفية في القوات المسلحة على مسرح الجلاء، وقال ان هذه امتداد لحرب اكتوبر، وانما باليات ومفاهيم مختلفه. بالظبط. العدو مختلف، طبيعته مختلفه، بصرف النظر
عن التحالفات اللي موجودة اللي الدول العالم كلها بتتشابك. النهاردة بقى في دوشة في العالم كله، تحالف عربي إقليمي، رئيس أركان القوات المسلحة النهاردة في واشنطن مع اجتماع مع رؤساء أركان القوات المتحالفة، التحالف اللي هيتم إنشاؤه بتواجد مصر والأردن والسعودية وباقي دول الخليج مع الولايات المتحدة لإعلان الحرب العالمية الثانية ضد الإرهاب. فالإرهاب بمفهومه الواسع ضد الطائفية اللي موجودة في العالم العربي النهاردة، واللي هو بيمس حياة أوروبا كمان. هو إحنا يمكن الموقف المصري لم يعلن حتى الآن المشاركة في هذا التحالف أم لا، لكن على ما أعتقد برضو أنه حتى لو مصر شاركت هتكون المشاركة اللي من شأنها الحفاظ على هويتنا وحدودنا وقواتنا المسلحة. دي ثوابت دون دي أي ثوابت. خروج عن اللي تعودنا عليه. السيد الرئيس في لقائه من فترة بسيطة قوي من شهر أو اتنين قال أنا لن أسمح بإنجراف أو انزلاق بالزبط. مصر تحت أي مغامرة إقليمية أو دولية. تمام. طبعا هدف المحاربة ضد الإرهاب ليس التضحية بأي جندي مصري، إنما يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار. ورسالة الرئيس السيسي قالها قبل كده، قال نحن دعاة سلام. فكنا نتحالف مع الأمريكان ونتحالف مع الدول العربية من أجل إقامة سلام تحقيقا للاستقرار عشان ننمي شعوبنا. الحروب لا تخلف إلى الدمار. بالضبط. لو هنتكلم على طبيعة المواقف الروسية من قضايا الشرق الأوسط، هل هي بتتوافق مع طبيعة المواقف المصرية من مع نفس القضايا؟ طبعا هنلاقي المواقف المعلنة النهاردة من روسيا بالنسبة لوضعها في سوريا، كل اللي هي عايزاه تحافظ زي ما نادى الرئيس السيسي بيه ان انا احافظ على وحدة الشعب السوري، وحدة البلد، عدم تقسيمها. وهي بتعلن النهاردة ان الهدف النهائي بتاعها المحافظة على الدولة السورية، وده من احدى المطالب والثوابت للسياسة المصرية. ليبيا، الجهود اللي بيعملها القيادة السياسية في مصر عشان توحد الفصائل العسكرية وتحافظ على المؤسسات الليبية من التشظرم اللي موجود والميليشيات اللي موجودة في طرابلس ليست أكتر من احنا نحافظ على جارة قوية عربية شعبها يتنمى وشعبها يعيش في سلام، واحنا كمان نعيش في سلام مع جارة صديقة. ده حقيقي. طيب من اهتمامنا بقى بتوطيد علاقتنا مع الدول الخارجية نيجي لسيناء وفي شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وإحنا بنتكلم على سيناء والحرب على الإرهاب، والحقيقة أن إحنا شايفين القوات المسلحة في نجاح مستمر في اصطياد مجموعة من العناصر الإرهابية والأسلحة والذخائر والإمدادات، سواء كانت بقى إمدادات بالأسلحة أو إمدادات مالية أو ما إلى ذلك، ضربات متوالية. والحقيقة فعلا البيانات العسكرية اللي بتخرج كلها بتوضح لنا قد إيه المنطقة كانت يعني موبوءة، كان فيها كثير من الإرهابيين وكانت بتأوي العديد بفضل طبعا السنة الكبيسة السودة اللي احنا عشناها اللي احنا كنا عايشينها. تعليق حضرتك أولا على ما يحدث في سيناء والعملية الشاملة ونتائجها حتى الآن. طبعا احنا لا يمكن نتصور ان العملية الشاملة انتهت، انما بدت تؤتي ثمرها، بدت الحياة الطبيعية. شعب سيناء النهاردة بيعيش إلى حد كبير في أمان مقارنة بالوضع من شهور وسنوات سابقة. الاستقرار والإحساس بالأمان بيشجع الاستثمار، بيشجع التنمية البشرية، بتعمير، نقدر نعمل تعمير في ظل الاستقرار. تعمير معناها فرص عمل للشباب طبعا، مشاريع استراتيجية، إعادة توطين الناس اللي سابوا الأماكن بتاعتهم وترجع لمنازلهم. وأنا عارف أنا بقصد مين يعني. تمام. وهو ده في امل يعني. تمام. في امل طالما حضرتك يعني تقصد حاجه معينه انا فاهمها في امل. طبعا. الهدف النهائي للسياسه الخارجيه والداخليه لمصر دوله واحده، شعب واحد، نسيج واحد، كلهم وحده واحده. اي محاولات، ودائما لا ننسى ابدا، وانا ما بحبش استخدم لفظ المؤامرة،
لكن هي الحقيقة ها إن المؤامرة بدأت من بعد 73. يا من زمان. من بعد 73 عندما قال في يوم من الأيام بعد 73 عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد، أتذكر إن رئيس الوزراء بيجن قال للرئيس السادات: نعم سيد الرئيس، سوف تكون حرب أكتوبر آخر الحروب، لأنهم أدركوا أن هذا الشعب الجبار محفوظ في الثلاث رسالات السماوية، الشعب ده مش هيتغلب. في حاجة استحالة لما نيجي نتكلم على حاجة منهم، مقارنة القوات بيننا بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في هذه الفترة من الزمن، نلاقي المقارنة في صالح العدو، مقارنة عددية ومقارنة نوعية في السلاح. العنصر الوحيد اللي هو مستخدم السلاح ما يقدرش يتقاس. ليه؟ لأن عنصر بشري، الدافعية عند الجندي المصري والعقيدة العسكرية المصرية لا يمكن حد يقاسها. طب أنا بحرر أرضي، أنت يا جندي إسرائيلي كنت بتعمل كده ليه؟ ده أنت جاي مغتصب أرض. إذن الدافعية والمعدن المصري الأصيل ما قدروش يقسوه، عشان كده قالك مش هنعمل حرب تاني نمطية، هتبقى حرب مختلفة، هنحاول نعمل على مدى طويل، نخرب دماغ العقلية ديت، نخربها بكل الوسائل. وأنا يمكن آخر لقاء مع حضرتك قلت الشائعات هي مصدر أساسي لتخريب العقل، حرب نفسية، حرب النفسية بكل الوسائل. أي موقف سلبي أو إيجابي، إيجابي يتلوي، السلبي يتكبر ويتهول فيه، تمام؟ حاجات ليس لها أساس من الصحة تستغل، كل هذا الكلام طريقته الحل الوحيد. وأنا يمكن شاهد على العصر، وشاركت في حرب الاستنزاف، وشاركت في حرب أكتوبر، وبحب ما بحبش أذكر أحداث، لأن أولادنا وأحفادنا سمعوا الأحداث دي كتيرة وقروها في الكتب بتاعتهم. إنما ليه يا أولادي إحنا كنا كده؟ ليه عملنا 73؟ ليه تعبنا قوي في 7 سنين قبل 73؟ كنا عايشين إزاي؟ كلامي ده موجه لما هو دون 55 سنة اللي ما حضرش وما سمعش، وعلى أبائنا وإخواتنا اللي في سننا إنهم ينقلوا لأولادهم وأحفادهم المشاعر وكيف كان الشعب المصري اللي هو الجيش. الجيش هو جيش مصر، هو شعب واحد، هو وحدة واحدة. كنا عايشين إزاي؟ كنا عايشين إزاي وبنضحي إزاي؟ وعيشتنا كانت شكلها إيه؟ ودائما نتذكر الكلمة اللي هقولها، يجب أن شبابنا يتذكرها دائما، أن معدن الإنسان المصري معدن أصيل، معدن أصيل. في الحروب بتظهر أحلى وأفخم القيم الإنسانية والوظائف الإنسان في الحياة. كل الناس بتحب بعض، كله فيه تكافل، كله فيه عدم إحساس بالمسؤولية الشخصية، مسؤولية الوطن أساسا، تمام؟ المشاعر دي كلها الحلوة اللي بتطلع من الإنسان بتطلع في المحن، بتطلع في الأزمات، وده احنا شفناه، وده اتحقق لما وقفنا كلنا في وش الإخوان عشان نقول لهم لا، بالظبط، حسينا بالمشاعر دي. لكن أنا بطالبهم يكونوا واعيين شوية، يكونوا إيه، يبادروا. النهاردة يعني البعض بيقول الرئيس السيسي يعني صبره طويل شوية، مش عايز أقول اللفظ الشائع، يعني بيطبطب على أولاده كتير، بيتحمل بعض الهفوات. إنما لا، أنتوا مفروض تبادروا أنتوا، وكل واحد يلتزم ويحس إن فيه بلد، هو معدنه حلو، المصري معدنه جميل ولا يمكن هيصدق. يعني حضرتك تقصد انه اللي عنده حاجه يقدر يقدمها، يكون يقدمها، مبادر، ما يستناش لما حد يقول له انت تقدر تعمل ايه. محدش زي امبارح، انا استأتي جدا امبارح وحطيت نفسي عندي 20 سنة، نزلت 50 على الاقل، وشفت الدعوه امبارح لما نائب في البرلمان قال ان القهاوي تتقفل الساعه 12، بصيت لقيت قناه
يعني للأسف مش عايز أذكر الاسم، لكن جايبة استطلاع رأي من رواد القهاوي اللي أغلبهم شباب من 20 للـ25. ليه وعشان إيه؟ ده إحنا بننزل الساعة 12 عشان نقعد على القهوة. إيه ده؟ فين 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 اللي عنده شغل ها يقوم مبكرا؟ هو الله سبحانه وتعالى عز وجل ما كانش قادر ها يعمل يقلب الليل والنهار ها ويخلي الناس تشتغل الصبح ويناموا بالليل ويسهروا بالليل؟ ايه ده؟ ايه البني ادم اللي عنده اسره بيشتغل الصبح وبيقعد على القهوه بالليل لغايه الفجر؟ طب زوجته واولاده حقهم فين؟ فين الاسره النهارده اللي بتقعد مجتمعه اب وامه ويتكلموا وينقل له خبرته ويقول له يا ابني كذا واحنا كنا كذا، وكل واحد قاعد ماسك الموبايل في الخمسه اللي قاعدين ماسك الموبايل ها وبيلعب فيه؟ فين التواصل الاجتماعي؟ فين الاسره؟ التواصل الاجتماعي اتنقل على الموبايلات، اتنقل على الموبايلات بين مين ومين، وكله شائعات ومصدر قراب للعقل البشري. هو ده اللي بيقصده ان المعركه بدات بدات من بدري، لان عمرهم ما هيجوا في يوم وليله يقول لك طلع الموبايل ونعمل لك فيسبوك وتويتر ونقلوا على بعض وشيروا الاخبار الكاذبه وده بتاع، ويقعدوا تايهين، لا حد بيذاكر ولا حد بيتعلم ولا حد عايز يدي الفرصه لنفسه. انما في شباب التعميم خطا في كل الاوضاع. طبعا طبعا. في ناس رائعه وناس بتشتغل وناس بتنتج، ها يبقى احنا لازم نحارب هذا الكلام. طيب واحنا بنتكلم على مواجهه ارهاب وبنتكلم أيوة. على تصريحات إيجابية ليها علاقة بأنه الحياة عادت لطبيعتها في أغلبية المناطق في شمال ووسط سيناء. طبعا ده إحدى نتائج طبعا الضم. إحنا دلوقتي بنتكلم عن خطة لتنمية سيناء ووضعها على خريطة الاستثمار والتنمية، وعندنا مجموعة من الوزارات بتتعاون حاليا عشان يضعوا هذا المخطط خلال شهر علشان يبتدي التعمير في سيناء. حضرتك شايف أنه إحنا في الوقت المناسب اللي نبتدي فعلا فيه مشاريع استثمارية؟ وهل فعلا المشاريع الاستثمارية وسط هذه الأجواء اللي بتعيشها سينا برضو حاليا ما إحنا مستمرين في العملية الشاملة طبعاً. هتكون جاذبة لمستثمرين؟ هتلاقي الناس يعني منجذبة أنها تروح تعيش هناك في الأماكن المفروض أن الدولة هتبنيها والمجمعات السكنية وما إلى ذلك، لأنه هدف مشروع التنمية أنه يجذب 2 مليون مواطن؟ أكيد طبعا. أنا متفق مع حضرتك أن إحنا قلنا في البداية أن العملية الشاملة لم تنتهي، وهي ليس خاصة بسيناء فقط، خاصة بالاتجاهات اللي بتاعتنا كلها الاستراتيجية جنوبا وغربا وشمالا ويعني في كل اتجاهات مصر. إنما إحنا بننشئ في بداية الانستراكشن لهذه التنمية بيبقى في بنية تحتية، في بالزبط. طرق، في إمداد بالوسائل الطاقة، تهيئة المناخ المناسب للمستثمر، زائد الجانب الأمني. وزي ما اتبعت مصر منذ ثورة 30 يونيو يد تعمل ويد تحمل السلاح ويد تبني، لازم الخطين يمشوا مع بعض. البعض يقول لك لا طب نأجل حاجة وبلاش نعمل مدن جديدة دلوقتي وبلاش نعمل الكباري ديت والناس، مش هينفع. معلش هي فترة قاسية، وزي ما وضحت ان المحن والظروف الصعبة بتخلق الرجال ها وبتطلع انضف ما فينا. يعني احنا في يوم من الايام ممكن نلاقي شمال سيناء زي جنوب سيناء كده مثلا؟ هتبقى لازم، لان طالما ان احنا ماشيين في الخطين مع بعض في معوقات في التنمية شوية، مفيش شك ان الناحية الامنية بتحد، ولكن في اساس العملية التنمية الشاملة فيها مراحل وليها. انما المستثمر كل ما الامن هيزيد والاستقرار هيزيد كل ما المستثمر، والمستثمر ده نظرته ابعد من النظره الضيقه. طبعا هو بيبص للمستقبل، هو بيبص لقدام هتبقى ايه، عشان يوم ما يفكر يستنى لغايه ما تبقى مش هيلاقي حاجه. بالظبط. فاكيد كل ما الاستقرار والعملية الشاملة أتت أكلها تماما الاستثمار هيزيد، وتلاقي كلنا رايحين هناك وكلنا سعداء زي جنوب سيناء بالضبط، ومش جنوب سيناء ولا شمال سيناء، إن شاء الله مصر كلها هتبقى في وضع محدش شايفها النهاردة. العالم كله يحترمنا، العالم كله له نظرة فينا طبعا.
اللي مش عارف قيمة مصر قليلين قوي في مصر النهاردة، وإن شاء الله يعرفوا إن شاء الله مع الوقت هيعرفوا إن شاء الله. المنطقة العازلة، المنطقة العازلة، عايزين نعرف يعني إيه منطقة عازلة، لأنه برضو الناس عندها اختلاط في المفاهيم، وليه تم إنشاء المنطقة العازلة دي؟ ده فين ده؟ في سيناء على الحدود. ما هو المنطقة العازلة تعني عازلة من إيه؟ عازلة من السلاح ومن الأعمال النشطة، لكن مش عازلة من التنمية. يعني دي مش هتبقى معوقة للتنمية. لا مش هتبقى، هتبقى عملية عازلة، إن يبقى فيها أمن كويس، السراديب والأنفاق والحاجات اللي أنا قريت رقم إنه لحد دلوقتي اكتشفنا حوالي 3000 فتحة أنفاق من ساعة ما ابتدينا مواجهة الإرهابيين. وأطوالهم كام؟ بيوصل لعشر كيلو. فلازم المنابع دي وتتجفف. مع الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط، الحرب على الإرهاب تعني تجفيف منابع التمويل، التسليح، الجهات الاستخبارية التي تريد بمصر سوء انها تقف عند حدها، وفي اجراءات قوية. ومش كل ما يعرف في السياسة يقال بالظبط، في حاجات التاريخ هيجيبها، وقراءة التاريخ في سنوات قليلة صعب ومش دقيق. صح، التاريخ يتقري بعد 50 سنة، زي النهاردة لما أقوى، أنا طبعا تابعت من 45 سنة أو 44 سنة كل احتفال لأكتوبر من أول 74 لغاية النهاردة، كل رئيس اتكلم على حرب أكتوبر واتعمل بأمانة وليس بنفاق. وأنا في مرحلة من العمر لا تسمح لي لا أنافق ولا يتضحك علي، أقوى خطاب كان للرئيس السيسي من يومين في الندوة التثقيفية، وكان خطاب موفق جدا وقوي جدا، وإحنا كعسكريين فاهمين اللي بين السطور، ويمكن ترك فيه مجال الجدل واستفهامات والغاز اتحطت كده، لكن مفيش حد جاء قال خسائر اسرائيل خسرت قد ايه، ولا قدر حتى يتكلم على خسائر اسرائيل. لا، محدش يقدر يقول الجيش المصري ده اللي بعاقدته ده اللي عمل حرب اكتوبر 73 يقدر يعمل حرب اكتوبر 2 و3. الخسائر اللي خسرتها اسرائيل هي اللي أجبرتها على توقيع السلام، بالرغم من الدعم الأمريكي المستمر أثناء 73. الخسائر كانت عالية وعظيمة جدا. طبعا أنا بالمناسبة ديت لازم أقول لتلامذتي وزملائي الشيوخ في القوات الجوية كل سنة وهم طيبين، كل سنة والجميع وعلى رأس القيادة الفريق محمد عباس حلمي، كفاية ان هو اول قائد يجي القوات الجوية يبعت لك تهنئة شخصية باسمه على الموبايل. حلو ده، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب، شرفتنا ونورتنا، واشكرك جزيلا سيادة اللواء ملاح اركان حرب محمد هارون الخبير الامني والاستراتيجي، شرفتنا ونورتنا يا فندم. بشكرك جزيلا وبشكر وجودك معانا وتذكرك معانا مجموعة من اللحظات الحلوة اللي يمكن انا شخصيا ما بشبعش ان احنا نتكلم عن اللي حصل في حرب اكتوبر وما بعد الحرب. شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة، وبكرة ان شاء الله حلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.